جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، توعية المرضى من مسؤولية من؟ هل هي على المستشفى أم على الجهات المعنية بأمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ جزاكم الله خيرا. على الجميع، توعية المرضى في المستشفيات واجبة على العلماء وواجبة على المسؤولين عن المستشفيات، وأول المسؤولين هم وزير الصحة، يجب عليه أن يهتم بهذا. والحمد لله الآن الجهات الحكومية والوزارات كلها فيها أجهزة إرشاد، كلها فيها أجهزة إرشاد ودعوة، فلتكن وزارة الصحة من خير من يعمل هذا العمل العظيم، أن توجد جهاز إرشاد للمرضى في أمور دينهم وأحكام المرض وماذا يجب عليهم في حالة وجودهم في المستشفيات. نعم.